معنا على الصفحة الآن، ومن يتابع من الإخوة والأخوات جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. موضوع الذبح بالصعق الكهربائي، وهذا أمر خطير جدا جدا جدا. للأسف الشديد جدا، أوروبا ارتأت من خلال ما نقل لها أو ما صور لها عن ما يقوم به بعض المسلمين في موضوع الذبح، فاتخذوا قرارا يحسبون أنه من باب الرحمة. أنا أحدث أوروبا حديثا علميا، بعيدا عن التعصب للدين وبعيدا عن التعصب لمذهبية أو كذا. أوروبا اتخذت قرارا في موضوع الذبح وهو خاص بالمسلمين، يحسبون أنهم اتخذوه من باب الرحمة بالحيوان، هكذا يقولون، أو الرفق بالحيوان. إيه هو القرار؟ قالوا إن الذبح مؤلم جدا للحيوان. الذبح في وجهة نظرهم فيه إيلام شديد جدا للحيوان. طيب تعملوا إيه؟ بحثوا نعمل إيه نخفف الألم عن الحيوان والألم عن الحيوان نعمل إيه؟ قالوا نعمل حاجة من اتنين، يا إما يعطى طلقة، فيه طلقة خاصة كده، ضربة معينة، رصاصة خاصة معينة بتعمل له عملية دوخة، أو يتعمل له صعق كهربائي، تتعمل له صعقة كهربائية بتعمل له عملية دوخة، وبعدين نروحهم في أثناء الدوخة اللي هو فيها هذه أثناء هذه السكرات نعمل عملية الذبح، فلا يتأثر ولا يتألم. هل هذا الكلام صحيح؟ في الحقيقة هذا الكلام علميا، لا أتحدث فقط دينيا، وعلميا ليس صحيحا. هم عملوها من باب الرحمة بالحيوان، وضاعفوا الألم على الحيوان، ضاعفوا عليه الألم. الآن أصبح يتألم الحيوان مرتين، مرة بهذه الضربة الكبيرة جدا، وهي ضربة يعني فظيعة جدا، لو تسمعونها، لو تدخلوا على اليوتيوب وشوفوها، ضربة فظيعة جدا جدا، يعني حتى بتعمل عملية إرباك عند الحيوان. وبعد ذلك يأتي موضوع الذبح كذلك، فهم يضاعفون عليه الألم، مع أننا نوقن تماما أن الله عز وجل وهو أعلم بنا سبحانه وتعالى، وأعلم بمخلوقاته ومن الحيوانات التي أباح لنا أكلها سبحانه وتعالى، قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا أناشد أهل الخبرة في هذا الموضوع من الأوروبيين أن يعيدوا النظر علميا، يبحث الموضوع من الناحية العلمية مرة أخرى، بعيد عن الناحية التعصبية لدين أو مذهب من المذاهب. الله عز وجل قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يقل عليه الصلاة والسلام، يقول في حقه عليه الصلاة والسلام رحمة لأتباعه، ولا رحمة للمسلمين، ولا رحمة للعرب، ولا حتى رحمة للبشر، إنما قال رحمة للعالمين، من بين العالمين المخلوقات الحيوانات، هو رحمة لهم عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أبدا أن يكون هذا الرحمة صلى الله عليه وسلم، ونحن نوقن 100%، وإذا كان هناك أكثر من 100% نحن نوقن أكثر من 100% أن كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، كل ما جاء عنه رحمة، كل توجيهاته رحمة، كل نصائحه رحمة، كل تقريراته رحمة، كل تشريعاته رحمة صلى الله تعالى عليه وسلم. من بين هذه الرحمة أنه علمنا أن الحيوان يذبح، وهذا أيسر له وأرحم به. الله عز وجل أعلم بنا وأعلم بالحيوان الذي أباح لنا أكله، ولو كان فيه إيلام، هو أكيد فيه إيلام طبعا، لكن لو كان فيه إيلام أشد من موضوع الصعق اللي هم عملوه لما نصح به النبي عليه السلام، وإنما الإيلام أقل 100% مما يفعلونه بالحيوان. فالذبح هذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني يأخذ السكين الحامية جدا
السكين التي لها شفرة حامية جدا بحيث تأتي من سحبة واحدة، فلا يشعر إلا بألم هذه السحبة، وبعد ذلك يروح ينتهي الحيوان. نحن الآن نضاعف عليه الألم بالصعق الكهربائي وهو شديد جدا، درجة كهرباء عالية جدا، أو بالطلقة هذه التي تعطى له ولتسبب له دوخان شديد جدا جدا، وبعد ذلك نأتي له بموضوع الذبح. والأمر الثاني اللي ذكروا علماء الإعجاز العلمي ومنهم الشيخ الزنداني وتحدث عن هذا بتفصيل شديد جدا، قال إني لما يذبح الحيوان دون موضوع الصعق، دون موضوع الصعق الكهربائي والطلقة هذه، وبعدين يذبح ذبح شرعي، الذبح الشرعي اللي هو بيأخذ المريء والودجين، الودجين العرقان الكبيران اللذان يضخان الدم إلى الرأس، قال لما يذبح بنقطع المريء والودجين ونبقي النخاع الشوكي اللي هو امتداد فقرات الظهر، نبقيها لا نقطعها، فهذه لها فائدة علمية كبيرة جدا في صالح الإنسان الذي أبيح له أكل الحيوان. إيه هي الفائدة دي؟ الفائدة إن بقاء النخاع الشوكي يجعله موصول بالعقل ويعطي ذبذبات للعقل ويعطي إشارات للعقل، المخ اللي هو بيعمل عملية السيطرة على الجوارح بيقول له إيه في الإشارات هذه، بيقول له فيه هنا ألم معين أو جرح معين، اذهب وعالجه بضخ الدم، فيبدأ يضخ الدم من كل البدن لأن النخاع الشوكي موصول بيعطي الإشارات للعقل، يضخ والمريء مقطوع فالدم يخرج، يخرج خارج البدن، يخرج خارج البدن، يخرج خارج البدن، عبال ما تنتهي عملية الموت التي تستغرق في حدود الدقيقة تقريبا، يكون الحيوان استفرغ الدم الموجود به كاملة وأصبح أكله صحيا. إحنا بنتحدث عن الصحة الآن، عن صحة الإنسان، يصبح ليس فيه دم على الإطلاق تقريبا، وبالتالي أكله صحي. الآن موضوع الضرب بالرصاصة هذه والصعق الكهربائي يضاعف الألم على الحيوان، يتألم مرتين، وبعدين يفقده موضوع السيطرة اللي بنتحدث عليها الآن، فلا يخرج الدم كله. لذلك شوفوا أنتوا تابعوا لما بيتم موضوع الذبح بعد الدوخة، أخبرني بعض الإخوة اللي هم بيتابعوا تماما، أخبروني قالوا لي لما يذبح أحيانا لا يخرج منه الدم. تعرفوا لا يخرج منه الدم ليه؟ ممكن لا يخرج الدم ليه؟ لأن الطلقة ديك سببت له فزعة، خضة، خوف شديد جدا، والخوف جمد الدم. شوفوا احنا لما بندعي على واحد بنقوله ايه، لما بندعي على واحد ربنا يعافينا ويكم بنقول اللهم جمد الدم في عروقه. هو الحيوان المسكين هذا من هذا الخوف الشديد، الخوف الفزع اللي هو تلقاه طلقة رصاص، يعني لو يضرب بها يعني انسان ربما يموت، سببت له خوفا، جمدت الدم، فلما نذبح ما فيش دم، الدم تجمد داخل العروق، وبالتالي أكله ربما لا يكون صحيا. أنا أرجو من الأوروبيين أن يراجعوا هذا. الأمر الثاني اللي هو وارد بقى عندنا كمسلمين، إن الصعق الكهربائي قد لا يتحمله الحيوان، يموت مباشرة، يموت من شدته أو يموت من الخوف. وانتوا بتشوفوا الحيوان وهو رايح للموضوع الصعق هذا، يعني نظراته، يعني نسأل الله السلامة والعافية، بينظر النظرات كلها خوف وكلها فزع، ربما يموت من الصعق الكهربائي، خاصة الحيوان الضعيف، خروف، جدي صغير، الدجاج، يعني أغلب الدجاج على تصوري أغلبه يموت من الصعق الكهربائي، لما يذهب لموضوع الذبح يذهب إليها ميتا، وبالتالي هذا جعل شبهة كبيرة جدا عند المسلمين في موضوع الذبح. ماذا يفعل المسلمون؟ وهذه خسارة اقتصادية لأوروبا كبيرة جدا، هذه خسارة اقتصادية تحتاج إلى المراجعة، وإحنا الآن الاقتصاد هو الذي يتكلم، ده هم الآن من أجل عجلة الاقتصاد
عمالين حيرانين في موضوع كورونا نعمل ازاي والاقتصاد يمشي. موضوع كورونا سبب لهم أزمة كبيرة جدا. هو موضوع الذبح هذا أو عدم إتاحة الذبح للمسلمين في أوروبا سبب خسارة اقتصادية كبيرة جدا لأوروبا. ليه؟ لأن المسلم يقول لك أنا يعني أنا هاكل ميتة، هروح أعمل العيد الأضحية التي أتقرب بها إلى الله عز وجل وتطلع ميتة، عمل أنا مش هذبح في ألمانيا، مش هذبح في هولندا، مش هذبح في فرنسا، هروح أدور على دولة إفريقية وأتبرع بالمال هناك ويذبح ويخرج في سبيل الله. وعشرات الملايين تخرج من أوروبا الآن بسبب هذا، كانت أوروبا أولى بها. أنا أخاطب أوروبا الآن اقتصاديا أيضا، دينيا وعلميا واقتصاديا. نحن لا نتدخل ضد القوانين، إذا ظلت القوانين سنحترمها، إنما نقول لأصحاب القوانين راجعوها مرة أخرى، راجعوا القوانين مرة أخرى. وكم من القوانين تراجع، والبرلمان مهمة البرلمانات ومجالس الشورى التي تعقد في أوروبا وفي العالم هي مراجعة القوانين. لذلك أنا أقول هذا الأمر في عام وفي خاص. الأمر العام يعني المذابح الكبرى الله أعلم ماذا يحدث فيها، المذابح الكبرى ماذا يحدث فيها الله أعلم. على الأمر الخاص اللي رايح يذبح خروف أو يذبح عجل وقالوا له قانونا ممنوع تذبحه إلا بعد الصعق الكهربائي أو الطلقة، أقول له شوف أنت لو بعد الصعق الكهربائي ما زالت فيه حياة، لسه فيه حياة وذبح وهو فيه الحياة جائز، لو بعد الطلقة ظلت فيه الحياة وذبح وفيه الحياة جائز، أما إذا الصعق سبب موته بنحركه ما فيش حركة، بنرفع رجليه ما فيش، بنجره علشان يروح ما فيش أي حركة، يبقى مات. وبعد كده الذبح يعمل بنذبح ميتا، وذبح الميتة هل يحلها؟ هل ذبح الموتى يحولها إلى حلال؟ لا أظن. فالموضوع يحتاج إلى مراجعة كبيرة جدا، وهذا هو الذي جعل كثيرا من المسلمين يبحثون عن أماكن للذبح التام الحلال بعيدا عن أوروبا، عن أوروبا كلها مش عن ألمانيا، عن أوروبا كلها. بدأوا يذهبوا إلى بعض الدول في آسيا وبعض الدول في إفريقيا، والبعض يحول الأموال إلى أهله في المغرب، في تونس، في فلسطين، في مصر، في اليمن، في سوريا، يبعث لهم الأموال ويقول لهم اشتروا الخروف. وكم عدد المسلمين في أوروبا؟ عدد المسلمين في ألمانيا 5 مليون، يعني 5 مليون أقل من يضحي فيهم مليون على الأقل، وبعضهم يضحي بأضحيتين، يقول لك أنا هعمل عن نفسي وعن أبي وأمي، عن نفسي وعن أولادي. فبنتكلم عن ما بين 1 مليون و2 مليون أضحية في ألمانيا فقط. عدد المسلمين في أوروبا الغربية يفوق ما بين 70 إلى 100 مليون، هذه كلها تحتاج إلى إعادة نظر منهم، في حين أن غير المسلمين مباح له الذبح. عجيب جدا، كأن موضوع الإيلام لا يحدث إلا إذا حدث من المسلمين. الله أعلم ما هو السبب في هذا، الله أعلم. الموضوع يحتاج إلى مراجعة ومتابعة، وإلى أن تتم هذه المراجعة أنا أعلن أننا سنظل نحترم القوانين. لا يذبح إلا بالصعق، ومن أراد أن يذبح بهذه الطريقة يذبح، ومن لم يرد لا يذبح، لكن لا يخرج على القوانين ويقول لك أنا سأعطل. لا أبدا، ليس هذا من شأننا أبدا ولا من توجهنا أبدا على الإطلاق، إنما الذي نناشده إن القوانين تراجع مرة أخرى وتبحث علميا ودينيا واقتصاديا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال، السلام عليكم.